بداية فقراتنا ونروح ضمن أورقة التاريخ. وقت المنقول الحضارة السورية بدنا نوقف نقول تدمر، نقول الجمال، نقول زنوبيا، قوس النصر. هدول القصص اللي دائما التاريخ بذكرنا فيهم، واليوم هنو شاهدين على جمال سوريا وعلى حضارة سوريا. يوم حنكون بجولة ضمن تدمر، من صباحنا غير حنروح على تدمر مع ضيفنا لليوم أكيد الباحث والدليل السياحي عبد الرزاق الحمصي. يسعد صباحك وصباحك جمال على طول. صباح الخير، صباحكم جمال وصباحكم محبة، صباح تدمر، صباح زنوبيا. خلينا هيك استاذ بداية، وقت منقول تدمر، تدمر إلى حصة بقلوب الكل، تدمر يعني بتضل يعني رغم كل شيء صار ورغم كل الإرهاب اللي تعرضت له ورغم كل الأزمة اللي صارت بتدمر، ولكن تبقى تدمر. تبقى تدمر حلوة، رغم صحيح. التدمير اللي سواه الإرهاب لسه فيها شيء حلو كتير، وبدأوا الزوار يروحوا لها. يعني تدمر إيه هي تدمر، بس انت فتحتي مجال لشيء قصه ذكرتيني. هلا الارهاب حاول يبشع تدمر ويبشع سوريا بتدميره وشوه تاريخ سوريا، صحيح. بس ما قدروا يبشعوها، هن تتبشعوا. هي تدمر كشفت بشاعه الارهاب، خاصه لما دمروا اثار واغتالوا كثير من جنود السوريين هنيك، الله يرحمه، استشهدوا. وخالد الاسعد طبعا عالم الاثار اللي قطعوا راسه، استشهاده هو اعطى صرخه للناس كلها تهتم تدور، وفضح يعني ما قدر الاعلام الغربي الموالي للارهاب بعد استشهاد خالد الاسعد ما قدر يغطي هالبشاعه، صحيح. لذلك استشهاده كان صرخه للاهتمام بتدمر وصرخه فضح فيها بشاعه الارهاب. تدمر عمرها 5000 سنة، وتدمر سورية، وتدمر كانت من أهم محطات طريق الحرير. بسوريا في 10 محطات طريق الحرير، بس أهم محطة تدمر. تدمر بنقول طريق الحرير مشان هيك نوضح أكثر عن هذا الطريق. طريق الحرير اللي هو إجا من الصين تقريبا، مرور بالهند وبالباكستان وبعدة دول، مرورا بسوريا. كانت القوافل تيجي من الصين، تيجي من الهند، تيجي من أوروبا، تيجي من مصر، من اليمن، يجتمعوا بتدمر ويتبادلوا البضائع بتدمر ويدفعوا ضرائب. تدمر صارت كتير مدينة غنية، وأهل تدمر مثقفين جدا، بيعرفوا كانوا يحكوا شي 3 لغات. ومن خلال الأموال الضخمة قدروا يبنوا مدينة رائعة جدا. على فكرة تدمر حتى بالعهد الروماني كانت مدينة مستقلة، الرومان دمروها، هي ما مدينة رومانية. بس قلت عمرها 5000 سنة، بس العصر الذهبي لتدمر من القرن الأول 100 قبل الميلاد ل 300 بعد الميلاد. هذا العصر الذهبي يلي كانت تدمر مسيطرة على طرق التجارة بالعالم. يعني اليوم نحن ما عم نحكي تجارة فقط، عم نحكي كمان ثقافة، حضارة، حضارة. نحن الشعوب اللي نحن سوريا رسائل حضارية للعالم كله. صحيح. ممكن هلا ونحن عم نعمل لكم هيك تدمر كثير جميلة، نعمل شيء افتراضي. يعني كنا وقت اي كانت الرحل المدرسيه، ان كانوا الجامعات او المدارس، يعني هلا خلينا بهالسرعه خلونا ناخذ نشرح عنها اكثر. هي خريطه التدمر محاطه باسوار. استاذ بعد اذنك. محاطه باسوار. بنبدا الرحله من هالمكان، هذا هو قوس النصر يلي هو هاد. طبعا الارهابيين دمروا لهذا القوس، وهلا عم يعيدوا بناءه. عم نحكي عن قوس النصر، عم يعيدوا بناءه حاليا، ترميمه. وهذا التمثال هو تمثال لزنوبيا، احد الفنانين سواه من 100 سنه، بس نحن ما عندنا ولا تمثال لزنوبيا، بس في عندنا كتابات بتوصف جمالها وشخصيتها قويه. هلا بنحكي تقريبا عن شخصيتها. خلينا هذا بنبدا نحن دائما جولتنا من قوس النصر، تمام، شارع الاعمده، خاصه الجوله وقت تكون الصبح بتلاقي اشعه الشمس فايته بقلب الاعمده هي متقاطعه او فايته كتير، منظر حلو، خاصه اذا طلعنا برات تدمر، طلعنا على القلعه تبع تدمر وشفنا الشروق الصبح، صح. يعني منظر تدمر ساحره وما زالت ساحره. نمشي بشارع الاعمده، في حمام زنوبيا هذا كتير، وفي مسبح حتى بقلبه، مدخله كتير حلو. هو بتدمر استخدموا احجار كلسيه، ما عدا المدخل تبع الحمام هذا جايبين اعمده جرانيت من مصر من هذاك الوقت، يعني من 2000 سنه، مشان يكحلوا المنظر. بعد حمام تدمر نمشي بشارع الأعمدة اللي هو ممتع جدا، في المسرح، مسرح صعيد صغير بس رائع جدا، رائع جدا. قد ايه شاهد على المسرح هذا، قد ايه شاهد على ثقافة تدمر وعلى هذا المسارح بسوريا؟ بكل سوريا في مسارح،
مسرح بصرة هو الأضخم طبعا. هذا مسرح صغير بس قدر فعاليات، كان في فعاليات ثقافية، كان في خطب، كان في مهرجانات، كانت وما زالت لحد قبل الأحداث. كان في حتى بعد التحرير اجت فرقة روسية وعزفت، صحيح، وكان لها كتير صدى حلو. بنطلع من المسرح في مكان كتير 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 مهم بيتجاوزوا الناس، هو البرلمان. اكتشف برلمان، واكتشف حجر الأساس للبرلمان، مكتوب على الحجر الأساس انه 57 قبل الميلاد، هو بيعادل 57، كان يستخدموا التقويم السلوقي، بيعادل 57 قبل الميلاد. مكتوب جملة بالآرامي لازم لكم اياها: جبلنا تدمرنا كلهم، ممثلين كل اهل تدمر. يعني كان في بتدمر حياة ديمقراطية، وكان في برلمان بيمثل كل اهل تدمر، وهذا الحجر الأساس شاهد. نطلع من البرلمان في الساحة العامة الآجورا، هي كانت مثل الأسواق لنقاشة الأخبار وتبادل الأخبار. ساحة فيها أربع أروقة وفيها كتير أحجار حلوة، وفيها مثلا مثل بيقولوا براكت بيحطوا فيه عليه تماثيل وتمجيد لبعض الشخصيات المهمة. عم نشوف بعض الصور على الشاشة. ومنرد منرجع منرجع للشارع المستقيم، للشارع الرئيسي اللي الشارع الأعمدة، منوصل لعند شيء اسمه التترابيلون. قبل التترابيلون على اليمين في شيء كتير مهم وكتير حلو. هلا نحن زنوبيا ما عندنا شيء عن أوروليانوس، هذا اللي دمر تدمر، ما خلى شيء من آثار، بس في هاي الكتابة بتمجد زنوبيا على أحد الأعمدة بالآرامي وباليوناني. هلا اللغة المهنيكة كانت اللغة الآرامية السورية، بس كان يستخدموا أحيانا اليوناني. اليوناني بهذاك الوقت لغة التجارة. عم نحكي وهي النقطة اللي كنا عم نحكي فيها، انه التجارة بهداك الوقت كونه كانت عقدة لطريق الحرير والتبادل التجاري، هذا الشيء قد ايه اكسبهم ثقافة ولغات شعوب ثانية. طبعا هي التبادل الثقافي الحضاري. نحن مزيك حضارات من خلال، لانه سوريا هي سوق من 5000 سنة، سوق دمشق سوق وحلب سوق طبعا وتدمر سوق، ودمشق دمشق كانت عاصمة العالم. طيب نحن هيك نحن عم نتصفح بعض اليوم اذا ممكن نكمل الجولة. ها هي الجولة، هي انت رفعتي صورة كتير مهمة. هي جريدة أول جروب باخده لتدمر من 30 سنة. هي أول مجموعة باخدها. قديش تقنا نحن اليوم نرجع لهدول الورقيات ونوثق فيهم هيك قصص؟ يعني هدول أنا هي مجالي التوثيق، لذلك أنا محتفظ بكتير وثائق من طريق الحرير للتجاري ولا التبادل الثقافي. في شخصيات كتير مرقت ضمن تدمر وزاروا تدمر، إذا هيك حبينا زاروا كتير تدمر. هلأ من 300 سنة بدأ الاهتمام العالمي بتدمر. تمام. في عالم روسي وصل لتدمر واكتشف حجر تعريف الجمركية عمره 2000 سنة. حلو. أول هي من أقدم التعريف الجمركية. هلأ حاليا هذا الحجر طوله 5 متر ارتفاعه مترين، موجود بمتحف سان بطرسبورغ الهرميتاج. مش حجر مهم. من الناس اللي زاروا من 300 سنة بدأ الأوروبيين يزوروا، أوروبيين والأمريكان وبعثات. هي كانت مملكة للبعثات الأسرية تدمر، غنية جدا، كان في بعثات من كل الجنسيات، في فرنسي، في بولوني، في كتير بعثات ضلوا لقبل الأحداث يعني البعثات، وكانت هي مملكة، مملكة كاملة للجمال والسحر وال... هلأ من الزوار اللي زاروا تدمر جند كبي. نقلبه جند كبي. هي اجت زارت، هي مشهوره باوروبا. هذا كتاب اسمه سكاندالوس لايف. وثقت ضمن هذا الكتاب؟ وثقت. هي هذا الكتاب عنوانه مثير، سكاندالوس لايف، يعني الحياه الفضائحيه. هي كان لها حياه فضائحيه باوروبا، بس اجت وتزوجت انسان سوري على فكره. حلو. تجيب المشط لدقني، تزوجت دليل سياحي. والله. هي اجت 1850. استمر هذا الزواج. وعاشت استمرت لحتى ماتت، استمر 31 سنه. وماتت بدمشق. وعملت شهر عسلة بتدمر. بهالكتاب بيوصفوا سحر تدمر. هلا كتير بأوروبا وبالعالم بعد قراية هالكتاب بيجوا بيزوروا تدمر. وفي كتير نساء جو. لحد الآن أغلب الزوار خاصة المهمين بيجوا بيزوروا تدمر. حاليا بيزوروا تدمر. هلا مثل العصر الحديث ملكة إسبانيا، وفي كتير ضيوف أنا طلعت معهم. أنا رافقتهم رئيسة الفلبين، رئيسة الفلبين، برلمان البريطاني عدة مرات، الكونغرس الأمريكي، وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، هدول الناس المهمين.
أنا ب 2009 سجلت كنت بصق زياراتي 1000 مرة زرتها لحد 2009، هلأ تجاوزوا كمان زائر تدمر أكثر من 1000 مرة. أول مرة زرتها كنت صغير، بس مع كروبات سياحية زائرة أكثر من 1000 مرة، بس كل مرة لحد الآن زيارة تدمر لساتها ممتعة بالنسبة إلي وبالنسبة للسياح اللي بيزورها. في البعثات الأسرية أنا كنت رافق بعثات أسرية أو رحلات تعليمية يجوا فيها علماء آثار مشان يزوروا. هي جندك بي، هاي مستشرقة. على فكرة في مستشرقين بيجوا رحالين هن بغاية سيئة، بس هي كانت غاية نظيفة وتركت بصمة، حتى سحبوا الجنسية البريطانية منها البريطانية لأنه هي كانت كتير منيحة. بأي سنة يعني فينا ناخدها على الكاميرا؟ هلأ إجت سارت دخلت لسوريا 1850 لحتى ماتت 1881، يعني 31 سنة عاشت سوريا وعاشت مع زوجها السوري. في كمان إذا في صور، هلأ أهم أجمل شيء بتدمر، أجمل شيء بتدمر المنحوتات. إذا بتفرجي هالصورة، هاي المنحوتات بناخدهم، المنحوتات أجمل منحوتات بالعالم هي المنحوتات التدمرية. أغلب متاحف العالم تتباهى أنه عندهم منحوتات تدمرية. نعم. ما في منحوتات بالعالم لحد هلا بتضاهي المنحوتات التدمرية. هلا اطلع عليهم بتلاقيهم دليل ثرائهم وغناهم وثقافتهم وفخورين بنفسهم. عم ناخذهم هيك تباعا على الكاميرا نستعرض اهم المنحوتات. هي كثير مهمه. وفي وحده ثانيه كمان حلوه اذا بتفرجينا كمان منحوتات تدمرية. هي حسناء من تدمر. اسمها حسناء؟ لا لا، هن بنسميها حسناء من تدمر. هي حلوه. حلوه جميله من تدمر. طيب هيدن من القسم الحماصنة، يعني بالنهاية يعني معروفين بجمالهم. هلا شوفي كل السوريين جميلين، جميلين اكيد. عم نرجع ناخذ شيء ثاني. ايه هي منحوتات بتلاقي رائعة جدا، وحتى الإطارة اللي بتشوفيه دايرة. يمكن في صورة أخيرة نشوفها كمان. قد ايه هدول الصور والأثارات بتشهد على لا خلص هدول هنين خلصوا ايه معنا. هلا على فكرة كمان بالجمال، وكان يستخدموا غطاء الرأس قبل الإسلام قبل المسيحية. نحن ما لقينا ولا امرأة بدون غطاء رأس بتدمر، بس هي عادة تقليدية قبل الإسلام قبل المسيحية. وكان الفرق بين التمثيل المنحوتات السورية والرومانية بالعهد الروماني انه مغطاية تواضعاً انه مغطى جسمه مغطى يعني، بينما التماثيل الرومانيه بالقرن الاول للثالث الميلادي كانت تقريبا عاريه او شبه عاريه. التماثيل التدموريه بعدين تدمر بدي ركز عليها انه هي مدينه اراميه 100% مدينه اراميه، وكل اللي مدفونين بالمدافن التدموريه هن سوريين اراميين، دليل باسمائهم. على فكره الاسماء هلا زنوبيا اسمها زينب، زينب ومالك وناصر وكذا، هدول اسماء بنستخدمهم هلا هن اسماء عربيه لحد الان بنستخدمهم. فينا نحكي كثير هلا المطبخ التدموري اذا في رد معي. هلا نحن السياح كانوا ركزي على المطبخ التدموري، انا بحب هدول القصص. بدي جوعك هلا عند الصبح. المطبخ التدموري كان في شيء اسمه منسف تدموري. الغنم بتدمر، لحم الغنم بتدمر، لحم طبيعي ما بياكلوا اي نوع من العاف، الازهار البريه اللي موجوده بتدمر يعني. وبعدين وقت بنوصي على منسف ثاني نهار بيضلوا بيعدوه تقريبا 24 ساعه، بيحطوه بجوره وبيدفنوه، بيحطوا جمر تحته ليستوي ثاني نهار. ثاني نهار بيحطوه مع الفريكه ومع الرز ومع المكسرات، وبيحطوا قدامه لبن غنم. يعني كان ينشلشوا الاجانب بهالاكله. اذا طلعنا برات تدمر شوي مشان المأكولات، كمان بيتميز محيط تدمر البادية بالأرنب البري. الأرنب البري غير الأرنب العادي، طعم لحمه مثل طعم ديك الحبش. كمان بيشوه ودائما كان يقدمه مع لبن. في بيحطوا الصبح كمان الزيتون واللبن. الزيتون نصقي بمياه كبريتية. على فكرة سبب وجود تدمر هي النبعات، في تقريبا 20 نبعة محيط تدمر بقلب تدمر، هي سبب وجود تدمر بوسط البادية. البادية السورية بعيش فيها تقريبا 1,000,000 بدوي، عندهم 20 تقريبا راس غنم، 20,000,000 راس غنم. عم نحكي هذا العدد لهلأ يعني بعد كل شيء مر على هلأ تدمر. أنا هذا السؤال اللي سألته، إيه العدد ضخم لساته، لأنه هي تجارة ودول بيصدروه، تجارة كتير رابحة، لأنه أفضل أنواع الغنم موجود بالعالم هو الغنم من البادية السورية.
وفي تقريبا 135 ألف رأس جمل. كمان أحيانا كنا يقدموا كمان لحم جمل كمان لذيذ، بس هو لحم الخروف منسف هذا شغلة. ايه بدنا نطلع لتدمر استاذ جاهزين هلا انتوا ساوينا ساويتوا وثائقي عن تدمر من فتره، وليش لا لازم تدمر، بتحتاج مئات الافلام الوثائقية. عم شوف حتى على فكره من ضمن الزوار انا عامل اكثر من تقريبا 50 فيلم وثائقي عن سوريا وخاصه عن تدمر. بتستاهل اليوم سوريا وبتستاهل تدمر وكل المناطق السياحيه وخاصه اذا معنا وقت لنحكي عن جمال زنوقة شوي. هلا نحن خلينا هيك بس نشوف هيك على الكاميرا الكتب اليوم معك. الكتب هدول انا خالد اسعد هو استاذي، هدول بعض منشورات خالد الأسعد. حلو. هذا أول كتاب هدانية من 30 سنة. مرحبا بكم في تدمر. وهي آخر كتاب هدانية قبل ما يستشهد. وموجود توقيعه جوا. خالد الأسعد هو عالم مشهور جدا، ومثل ما قلت يعني خسارة كبيرة استشهاده، بس هو خدم تدمر وسوريا بحياته، وخدم تدمر كثير باستشهاده. مثل ما قلت لكم انه فضح الارهاب، فضح الدواعش، فضح الغرب. لانه تقول دواعش هو المشروع الصهيوني الامريكي والمشروع التركي، هو فضحهم باستشهاده، هو كان مصر على الاستشهاد لانه كلهم غادروا وهو اصر يضل هيك ليستشهد. اذا بدك في وقت لسه احكي شوي على زنوبيا. والله احنا يعني هيك اذا خلصنا نهاية فقرتنا يعني لا يمل اليوم الحديث عن سوريا وتدمر وزنوبيا والاثار السوريه. واليوم هيك دائما بنتمنى بسنوات التشافي نبلش نرجع نشوفها بقلقه ونشوفها بترميم لكل القصص اللي تخربت ضمن تدمر. روحوا زوروا تدمر، وتدمر لساتها حلوه اكيد، بتبقى حلوه بوجودها وبسكانها وباثارها وبحضارتها القديمه اللي هلا هي شاهده عليها. بدي اتشكر حضورك الاستاذ عبد الرزاق الحمصي، اهلا وسهلا بحضرتك، نورت صباحنا، وان اكيد لقاءات ثانيه بصباحات ثانيه. شكرا كثير يا هلا. نحن مكملين بصباحنا لليوم، وقبل ما نروح لفقرتنا الثانيه